اليوم نبدع وكريمة من نادي النور بحضور حفل تدشين أطقم النادي الجديد لهذا الموسم بهذه الصالة الجميلة. إن شاء الله أغطي لكم الحدث بالكامل. في يوم التدشين وفي عيده الخمسين نحن هنا نواصل العمل والحب والأمل. فنحن هنا على خطى الأجداد والآباء، على خطى الأجداد والآباء الأسية. فنحن هنا لنؤكد أن الكيان لناسه ولمحبيه والعاشقين. فالنور أيها السيدات والسادة عمقنا المتكدر والحنين هو مسيرة للألقاب ومنجم للأبطال. الآن بالتأكيد مع أحد نجوم المسيرة الألقاب والبطولات ورئيس نادي النور الأستاذ عبد العظيم العليواء، فله منا كل التحية والتقدير. أحد النجوم بالتأكيد الخالدين في مسيرة هذا النادي. يا نادي النور، يا نادي النور، يا نادي النور، فنك أطراب الجمهور. إله معنى وتعرفه نبضة الدلال. أنا يا ديرتي نظرة أمل تكفين، مثل ما كنت عودي كيدي العدال، أحاتي الياي واسأل وش جرى وش صار، أحاتي الياي واسأل وش جرى وش صار. ومن أرضك يا ديرة انولدت الأبطال. يقولوا النور خافت، يقولوا النور خافت، لكن احنا نقول شمس هالنور ما تتغطى بالغربال. يمرض يوم، يمرض يوم، لكن هالكيان يقوم ويظل ساطع وتتوالى عليه أجيال. النور يا نادي النور، يا نادي النور، فنك أطرق الجمهور. يا نادي النور، يا نادي النور، يا نادي النور، فنك أطرق الجمهور. نادي النور يا ناس دايم يرفع الراس، يلعب فن واحساس، ياخذ دوري والكاس، حاصد البطولات الكبيره والثمينه، حافل في تاريخه وتشهد لكل سنينه. Thank you.
هذا الجند المجهول طبعا حبيبي والله وصاحب الصوت الجميل صاحب المواويل الحلوه شهاد ديرتها لي وسط البحر دان غنيت فيها الفرح يوم الفرح دان والطير طير الفرح يوم نوصل لين يا بعد قلبي حبيبي الطير. حبيبي على راسي اخونا حسن زهير سلمان الحبيب وبقيه الاعضاء المركز الاعلامي في نادي النور ما قصرتوا على الدعوه مجرد هذا الحضور الكبير يؤكد نجاح الحدث الليله بصراحه شفنا ناس واجد من زمان ما شفناها الله يعطيكم العافيه وان شاء الله الى مزيد من التقدم ونفخر بالعمل وياكم أحلى واحد فيها هذا جميل إنسان جميل قاعد يوثق شيء احترام على رأسي والله حبيبي الله يعطيك العافية أنت رجل جميل الله يسلمك وأنت أجمل شو رأيك بالتجمع اليوم اللي جمع جميع أبناء القطيف في هذا الحفل يعني جميع الأندية جميل جدا أن نلتقي في نادي عريق مثل نادي النور ونتمنى إن شاء الله أيضاً في المستقبل أن يحقق إنجازات كبيرة جداً يعني إن شاء الله يعني الأطقم جميلة طبعاً الليلة اللي شفناها أطقم رائعة ومميزة ويستاهل النادي المزيد من التقدم إن شاء الله يعطيك العافية طبعاً أنا أقول الشيء اللي أثرج الصدر إن أكثر الإعلاميين أو معظم السواد الإعلامي الموجود هنا من سيفات ومن الكتيح ومن المناطق الثانية وهذا الشيء اللي يشجع يعني مسيرة نادي النور البطولية جلسة الكتب في كل مكان تستاهلوا كل خير يعطيكم ألف عافية وموفقين إن شاء الله كل الشكر والتقدير لكل من تعنى طبعاً لنا اليوم وحضر هنا من إعلاميين وشخصيات اجتماعية وأيضاً منتسبين لهذا النادي لهم أن كل التقدير والمحبة والاحترام على هذا الحضور اللافت والمميز طبعاً هذا في البداية أما على مستوى الحضور لأبناء البلدة هذه البلدة التي دائماً أقول ترقد على سيف الخليج العربي بكل هدوء ولكن لديها طموح كبير رغم الجغرافيا الصغيرة لكن لدينا طموح بكل جغرافيا هذا الوطن وشاهدتم اليوم كيف قدم نادي النور وما زال يقدم نخبة من النجوم في كل الألعاب لدينا 7 ألعاب قبل طبعا الحوكمة والآن لدينا يعني 6 ألعاب إضافية زائد 7 ألعاب واستطعنا أن نقدم في كل الألعاب نجوم للوطن لهذا الوطن الغالي هكذا هي مسيرة النادي النور في صناعة النجوم تحية لك أيها الطير السيهاتي على هذا الحضور الجميل واللافت والمميز واليوم سعداء ان في نادي النور صدنا طيرين